إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي سبورت، أينما كنتم وأينما تواجدتم نعود إليكم من جديد من خلال تغطية مباراة المنتخب الوطني المغربي ومنتخب تشيلي. المباراة انتهت بفوز أسود الأطلس 2-0، لكن الصور التي نشاهدها الآن للأسف 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 صور تسيء للجماهير المغربية التي اقتحمت بأعداد كبيرة ملعب المباراة. شاهدنا على أن بعض الجماهير اقتحمت الملعب وقت المباراة وأثناء اللقاء، لكن بعد الصافرة النهائية لقاضي المباراة الجماهير اقتحمت الملعب وتوجهت رأسا صوب اللاعبين بأعداد كبيرة جدا. أعتقد على أنه هذه الملاحظات وهذه الأمور ستكون ملاحظات سلبية للأسف على الجماهير المغربية التي كانت رائعة في المدرجات وهي تساند. كان بالإمكان أفضل من أن نشاهد هذه الصورة بعد نهاية المباراة. أمامكم الصورة بشكل مباشر، الجماهير المغربية أقول على أنها بأعداد كبيرة، والصورة أمامكم تقتحم ملعب المباراة. الصورة أكيد تسيء للجماهير المغربية. كيفما كان الحال، قلنا على أن الجماهير المغربية كانت رائعة في الملعب أثناء المباراة. أي نعم كانت رائعة، لكن بعد المباراة يجب أن نقول على أن هذه الصورة تخدش كبرياء كرة القدم الوطنية. المباراة انتهت، صفر الحكم، الجماهير عليها أن تغادر وأن تترك هذه الصورة الجميلة وهذا الأداء الجيد، وتترك كذلك انطباع جيد. أمور وأشياء ربما تخدش كما قلت كبرياء كرة القدم الوطنية. أمامكم الصورة، أمامكم الصورة، الصورة أبلغ من أي تعليق. الجماهير المغربية جاءت من كل حدب وصوب، أي نعم تحملت عناء السفر، جاءت لتناصر ولكن ليس لترسم هذه الصورة. أعتقد على أنه هذه الجماهير كان بإمكانها تفادي هذه الأمور من أجل أن تبقى المباراة جيدة وتبقى الأمور التنظيمية كذلك بشكل جيد. إذن مشاهدينا الكرام، أمامكم الصورة ننقلها لكم بكل أمانة بشكل مباشر من ملعب نادي إسبانيول برشلونة، من هنا من منطقة كورنيا. الجماهير تقتحم الملعب بهذه الصورة وبهذه الطريقة وبهذه الطريقة الغير غير غير مقبولة تماما من الجماهير المغربية. أنتم الذين رسمتم صورة جميلة قبل قليل بالمدرجات، تساندون تشجعون الأسود، آزرتم ساندتم شجعتم، لكن بعد الصافرة النهائية لحكم المباراة كان على الجماهير أن تغادر وتترك الصورة من الأمن الخاص. الجماهير المغربية استغلت هذا الأمر ونزلت بقوة إلى الملعب بعد الصافرة النهائية لحكم المباراة. وأثناء اللقاء تابعنا كذلك انفلاتات بالجملة، وأعداد من الجماهير المغربية نزلت لتقبله لتعانق حكيم زياش وتحيي سفيان أمرابط وغيره من اللاعبين، لكن أبدا ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة. إذن الصورة سنبقى معكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي سبورت، ستتابعون الأجواء، سنحاول أن نقربكم من كل صغيرة وكبيرة إلى غاية كيف ستدار الأمور داخل الملعب. هل سيتم ستغادر هذه الجماهير أم سيتدخل الأمن؟ سنتابع وإياكم كل هذه الأمور، لأنه قلت على أن الجماهير المغربية هي التي صنعت الأفراح وصنعت الأهازيج هنا. كان من الأفضل أن تتفادى إذا حتى مذيع الملعب يطالب الجماهير بمغادرة الملعب، يطالب الجماهير بالخروج من الملعب. نتمنى صادقين الجماهير حتى تبقى هذه الصورة الجميلة. الجماهير المغربية بكل أمانة تصنع ملعب نادي إسبانيول برشلونة، الجماهير لم تغادر حتى الآن. مذيع الملعب في أكثر من مناسبة I'm going to go to the hospital.
فين يلا تشك امر يلا فين يلا ديالو التليفون سد لوتيزو لوتيزو عندك صاحبي عندك إذن مشاهدي قناة شوف تي في كما كتشوف معنا السياح الجماهير المغربية لأرضية الملعب تعبيرا على الفرحة ديالهم والمساندة ديالهم هيا المغرب تحية المغرب دابا مغوك دابا مغوك والمغرب دابا لوج مغروك سا لا موارت دون ديستان اي دون دون ستاج هيا بلاد مكناس ديبا تنخير 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 مكناس ديما رجا
صافي هادشي اللي بغيت نقول. ديما رجا خويا. المراسية لا فيكتوريا. ديما المغرب ديما المغرب. كنسلم على فاطمة الزهراء شوف تيفي. اه كنسلم عليك. يا المغرب يا المغرب. ان شاء الله. يفرجوا بافلام. يدوس يدوس خويا. ديما المغرب. ديما المغرب. ديما المغرب. ديما المغرب. ديما المغرب. خوتي فرحونا المغاربه بزاف تحياتي كبيره لكم بزاف خوه وديما المغرب نحبوكم نموتوا عليكم تحياتي كبيره الحريه للجماهير العسكريه الحريه الحريه بعد الاولى للجمهور العسكريه المغاربه وثاني حاجه ديما فلسطين وديما المغرب وديما دراجي ديما راجا ومذكور خاص يمشي بحالاتو. تحياتي كبيره شوف التي في كنقول لك ديما كتقدم لنا مباشره زويونه الله يبارك فيكم. اخوان تحياتي بزاف لشوف التي في كينقلوا لنا البرامج كلها في ما كانوا في المغرب كامله كنقول لهم تحياتي كبيره وبيبا المغرب من طاجه حتى للكويره. خاوه خاوه وبيبا المغرب من طاجه حتى للكويره وتحيه المغرب وعاش الملك وعاش الشعب المغربي وديما وداد وديما رجاء. حمراء وزرقاء حمراء وزرقاء الوالك شوف هو عادي يعبر على الانتماء ديالو في المنتخب المغربي عجبنا اليوم فرجنا ربحنا في اسبانيا الجمهور عندنا كبير بزاف في اي بلاد في اي مدينه في اي ديما غتعاونوا حتى الجماهير المغربيه كيقول لكم التحيه الحرفيه باش تعرفوا اخ نوز ديكاج انا ما كنتش لا ما نشوف ديما وخليه ونحاول ندوزو كنت خلي الدرج واحد الكلمه للمنتخب جو عندنا الوليدات هنايا البرشلونه رحبنا بهم رحبنا بهم خلي يهضر الدراري كنترجاو فيهم اخنوش دابا كنترجاو فيهم حقوا شي نتيجه ايجابيه في المونديال واحد النقطه مهمه واحد النقطه مهمه يخليو الكراكي هو يختار اللاعبين ديك القضيه ديال علاش ما عيطش على هذا ولا على هذا ولا حمد الله ولا هذه يخليه هو يختار اللاعبين لا بان لي حمد الله غادي يعطيه الاضافه ولا غادي يعيط ليه والجمهور المكان ديالو المدرجات يشجع وديما رجا ديما رجا سير اخويا خلى الجراد اصاحبي ولاد اسفي ديما حاكمينا وحمد الله ان شاء الله غيجي في المغرب وديما اسفي وديما مغرب السلام عليكم على مدريد السلام وكان نهديو هذا الفوز كاع المغاربه ديالنا Look.
محمد القبياني رئيس نادي الرياضي المغاربي تاع مايوركا عند ان كلوب دي فوتبول اللي كيلعب في الليغا الاسبانيه. انا نعيط على برشلونه. لا حنا في مايوركا جينا قريبه. ها واش قريبه من هنا؟ لا لا حنا كتقطع من البحر جات هي جزيره في اسبانيا. باقي برشلونه اللي كيلعب مايوركا. في مايوركا عند انا هو رئيس النادي. اول نادي اللي كاين هنا في اسبانيا ديال الجاليه اللي كيلعب الدوري الاسباني ديال هو ديال اسبانيا. عندي دري عنده 12 عام في المغرب. لا الا كانت اكاديمي يتكلفوا بها نخلص عليه العام ونشوف هذيك نديرها معاك. شحال طالع؟ ها؟ شحال طالع؟ 19000. صورتك في اللايف، عطيتيني التليفون صورتك.